لكي تنجح عملية التغيير فلا بد من سد ثغرة البطالة وحسم الفوضى في المجتمع وتهيئة الأجواء النفسية والظروف المناسبة للتغيير، فإنه بدون هذه الأجواء والظروف لا يمكن التغيير. إن انهيار المستوى العلمي في المدارس والجامعات يؤدي إلى فقدان الثقافة المنتجة في البلاد، وبالتالي فإن البلاد ستعيش دوامة من الجهل والفوضى. مما يؤسف عليه أن أنظمتنا تبرر إلغاء الحريات بالفوضى.